القيادات، ضربنا القيادات ان شاء الله، وبعدين بالنهايه سكرنا الشوارع. بعدين ده الشوارع هذه في احد الشوارع مثلا حجزنا لنا 500 واحد لقطه بيقدر الواحد يساوم عليه. بس مكان حطيت فيه ما بيروح الواحد فيه مطلقا الا لما يكون مظبط عندك الدين وعندك العبوات. العبوات اللي معرفوا بحيث انه في اي لحظه يفجر فيهم كله، يفجر فيهم كلها، يفجر عليهم المبنى او هذا كله كائنا ما يكون من العدد تبعهم. يقول خنجرنا خنجر مسموم بعدونا وننزل ما نستطيع منه. بدنا ننزل على ارض العدد، بدنا نكون يعني قلعه واحده تنزل وتنتقل الى هناك ان شاء الله، ونبدا اللهيب لهيب على عدونا باذن الله، ونحفر في عنقه وفي قلبه المجازر اللي كنا عليها. احنا بدنا نخلي نهار تل ابيب اسود، نخلي نهار تل ابيب بدمار ان شاء الله، نخلي نهار تل ابيب يصير معروف بتاريخ تل ابيب يوم سبت اسود ويوم حد اسود، بحيث انه ذلك اليوم بكامله عاشت تل ابيب كلها مسكره الدم فيها الدمار الخراب. ولدت في ذهن أبو جهاد فكرة إصدار أول مجلة علنية لحركة فتح التي حملت اسم نداء الحياة فلسطيننا. صدر أول عدد لها في شهر أكتوبر 59 تنادي بالثورة المسلحة لاجتثاث الكيان الصهيوني، أنه المخطط الأساسي للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وأنه رمز للكفاح المسلح الفلسطيني. سقط أبو جهاد شهيداً ممثلاً لأجيال القيادات المقاتلة التي تبنت نهج المقاومة كحل أول وأخير من أجل قضية شعبه الذي عرفه مناضلاً صلباً وقائداً فذاً كان دائماً في حالة حرب ولم يضل الطريق يوماً.